لبلبة مولودة 14 نوفمبر 1946، ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان. ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، وعملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها. لفتت نظر الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري، والذي كان له الفضل في تقديمها للسينما المصرية، واتخذت منه اسمها الفني بعد أن شاهدها تقلد وتغني فهتف بكل حماس: الله دي لبلبة! فبقى اسمها لبلبة. هنا صور نادرة ليها وهي طفلة، كانت شقية جدا، لهلوبة، لبلبة يعني طبعا. ودي صور ليها بعد ما كبرت، وهنا مع عبد الحليم حافظ، ودي لبلبة اللي احنا عارفينها متألقة دائما. قصة حب كبيرة جمعت بينها وبين الفنان حسن يوسف، والتي باتت واضحة على شاشات السينما وخلفها منذ أن وقع بغرامها وحبها منذ النظرة الأولى دون معرفته أنها لبلبة الممثلة، لتقع في حبه هي الأخرى وهي بسن 17 سنة، ليقرر الزواج، وعاش في سعادة بالغة وحياة هادئة، فكل منهما كان حريصا على سعادة الآخر، واستمر زواجهما قرابة 7 سنوات، ولم تكرر لبلبة الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من الفنان حسن يوسف، رغم مرور حوالي 45 سنة على انفصالهما. أما هو فتزوج من الفنانة المعتزلة شمس البارودي. دي صور نادرة ليهم في فرحهم. استمر زواجهم حوالي 7 سنوات، ولكن للأسف مفيش حاجة بتدوم على حالها. صور جميلة ليهم مع بعض، كانت السعادة باينة عليهم. وادي هنا مع تورتة الفرح، كانت حوالي 5 أدوار، وأيضا مشاهد من أعمالهم مع بعض في السينما. هي هنا التورتة باينة، 5 أدوار. وبسؤالها عن كواليس أول لقاء جمعها بالفنان المصري سمير غانم، قالت أنها عرفته من خلال حفلات الفنان عبد الحليم حافظ، فكان يقدم فقرة بصحبة ثلاثي أضواء المدينة، ومن هنا جاءت صداقتهما، لأنها كانت تقدم فقرة بعدين. وأضافت: عندما جلست معه أول مرة شعرت وكأنني أعرفه منذ زمن طويل، ولم أشعر على الإطلاق أنها المقابلة الأولى، فهو إنسان بسيط وقريب جدا للقلوب، ويخطفها، وكوميديان كبير، وقعدته حلوة. وتتذكر نصيحته الغالية لها بقوله: أوعي يا نوني، تعملي عمل نص نص، أنت مش هتعرفي تشتغلي غير لو عملتي حاجة أنت بتحبيها. واستطردت: سمير غانم كان أكثر إنسان بيفهمني ويعلم ما يدور بداخلي وفي ذهني جيدا، وكان لا يحب رؤيتي حزينة أبدا، فعندما يشعر بحزني يفعل كل ما بوسعه حتى يضحكني ويسعدني ويجعلني أنسى كافة همومي. الله يرحمه. ودي صورة معمولة كده بالفوتوشوب والجرافيك، بتبينه مع بنتيه دنيا وهامي. وادي لبلبة قالت كلام جميل جدا عنه. وهنا صور ليها مع عادل إمام، طبعا كونوا ثنائي في كثير من الأفلام. ومن ناحية أخرى تحدثت الفنانة لبلبة عن والدتها في عيد الأم، ورغم مرارة ما تشعر به لبلبة بعد رحيل والدتها،
إلا أنها تحدثت عنها للمصري اليوم مؤكدة أنها تعيش معها لحظة بلحظة، وقالت في تصريحات للمصري اليوم: أمي معايا على طول، كانت ملاك بيعيش معايا، هي وحشاني، أخويا توفى قبلها ب4 سنوات، ولم أغادر منزلها ولم أغير مقعدا في شقتها، حافظت على كل شيء وضعته بنفسها وبروحها، وكلما يأتي عيد الأم ببكي لفراقها لأنها وحشاني. وتحدثت عن مرض والدتها لمدة 16 سنة قائلة: أمي مرضت وعانت طوال 16 سنة، الأم لا تنسى، كنت فاكرة إن مع الوقت ههدى، بالعكس بفتقدها أكتر، وحاربت لما الدكتور قال لي مش هتقدر تعيش أكتر من 3 سنوات، وبقيت أسفرها بره. أنا مؤمنة وعارفة إن ربنا خلقنا وهياخدنا تاني، من كتر ارتباطي بيها ما سبتهاش، وكنت عايزة أفضل تحت رجليها من صغري، هي اللي تعبت معايا واكتشفت موهبتي وعندي 3 سنوات، وإني مختلف عن إخواتي، وعلمتني مظبوط، وأسستني وعلمتني أحترم مهنتي، وما كانش فيه في حياتي غير أمي، وكانت بتحضر معايا التصوير. حين مرضت كنت بتفق مع المخرج الذي أعمل معه عشان أصور 4 ساعات، وبعد كده أروح لها في المستشفى عشان أكون إلى جوارها، وكنت بصور فيلم عائلة ميكي لما كانت عيانة بشدة، ولم أعلن أنها في المستشفى كي لا أوقف التصوير، لأن العمل ده ليه شأن آخر، وكنت بنهي التصوير وأروح أبيت معاها. ولاحظ المخرج أكرم فريد أنني وجهي شكله مصفر ومجهد، وحين أخبرته عاتبني لأنني لم أبلغه بمرض والدتي، وكشفت لبلبة عن ارتداءها ملابس والدتها خلال حلقات مسلسل مأمون وشركائها الـ12 الأولى لحبها لها ولتفاصيلها، وعلقت قائلة: احتفظت بكل أشيائها كأنها عايشة معي، طقم السنان الخاص بيها وصافة إيدها، حبي لأمي ولكل الأمهات يملأني، أحيانا أنزل للشارع وأقبل بائعة جرجير تقديرا لها دون أن يصورني أحد، فقط لحبي لأمي ولكل الأمهات. دي هنا صورة نادرة ليها مع أمها، الله يرحم والدتها ويعزيها ويصبرها. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.